الاشتراكي فنان الطبع العملاق مصر اهلا الاشتراكي فنان الفقرة والشعيريه اهلا الاشتراكي الاجره والصناعيه اهلا الاشتراكي المعلمين والموظفين اهلا الاشتراكي المثقفين الثوريين اهلا الاشتراكي صوت العمال والفلاحين والطلبه اهلا الاشتراكي انا اسمي حسام الحملاوي من حركه الاشتراكيين الثوريين. احنا النهارده كنا جزء من مسيرات نزلت على ميدان التحرير وعلى باسبيرو وعلى مناطق تانية من اجل التاكيد حوالين ان الثوره مستمره وان مطالبنا ما اتغيرتش، واحنا بنطالب مطلب بسيط جدا 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 وهو اسقاط النظام. معنى اسقاط النظام دلوقتي يعني اسقاط حكم العسكر. احنا عاوزين فعلا المجلس العسكري يرحل، بس عاوزينه يرحل الى طرق، الى سجن طرق. مفيش حاجه اسمها الخروج الامن للعسكر، مفيش حاجه اسمها تسليم السلطه في يونيو. تسليم السلطه لازم يحصل دلوقتي حالا، ولازم الناس دي تتحرك على سجن تورا. هل هم هيعملوا حاجه زي كده طواعيات؟ طبعا لا. ده معناه ان احنا محتاجين ضغط. الضغط ده ما يبقاش فقط في ميدان التحرير، ما يبقاش فقط في ماسبيرو، لكن محتاجين ننقل الروح دي لشركاتنا، لمكاتبنا، لمصانعنا، لجامعاتنا. احنا محتاجين اضراب عام. اضراب عام هو ده السلاح الوحيد اللي في ايدينا اللي نقدر نسقط بيه حكم العسكر. احنا عايزين العسكر يمشي، بس العسكر مش انه يمشي بس من السلطة، يمشي كمان من سيطرته على الثروة. العسكر مش عايز يمشي الا لما يرتب الامور بحيث ان هو يفضل مسيطر على الثروة والسلطة، لان الامبراطورية اللي تحت ايديه بمليارات الدولارات. هو سمسار، هو لص، هو عنده استعداد انه يستمر في الاجرام بتاعه وفي القتل زي ما حصل في ماسبيرو وفي محمد محمود وفي مجلس الوزراء. مش هيسيبوا العسكر السلطة ببساطة. هم رتبوا البرلمان للإخوان، ولازم يرتبوا كل السلطة علشان يتحكموا من ورا الستار في كل الثروة دي. ده معناه ان الناس احوالها مش هتتغير. الناس مر سنة على الثورة والناس وضعها زي ما هو. الاسعار زادت، اسعار السلع الغذائية بس زادت 16% خلال سنة واحدة. ده معناه ان الناس بقوا اكثر فقر من 25 يناير 2011. الناس خلاص ما عادتش مستحملة. احنا شفنا ده في الموجة الاضرابية الكبيرة خالص اللي كانت في سبتمبر 2011، واكيد هنشوفه تاني سواء الشهر ده الشهر الجاي. العمال جايين، العمال في السويس كانوا طالعين بيفط بتاع النقابة المستقلة بتاعتهم، متضامنين مع اهالي الشهداء ومتضامنين مع تحقيق مطالب الثورة علشان العسكر يمشي. والمصنع والميدان ايد واحدة، ده شعار الاشتراكيين الثوريين.